أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. جزاء
ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والسماء وما بنى والسماء وما
قد أفلح من زكاها قد أفلح من وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجعا صدق الله العظيم الفاتحة
صدقت إلي فيما قلت وأدبت فيما أحكمت وقلت قولك الحق وتصدق القائلين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والمقيم بمسهلة مركز الصمتة بمحافظة الغربية، وذلك عبر يسير مجاتن الإذاعية الهندسة الصوتية. ولنرى حديثها مخازن الفراش الكبرى صميم تركيبة تحت إدارة الحاج محمد شتلة المقيم بشبرا النبلة. أيها السادة سعيكم مشكور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.